السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. في هذا الفيديو سأتكلم عن مسألة تقع في رمضان كثيرا، يعني يقع فيها الناس، ألا وأنهم يعني يتكلمون في أئمة المساجد. لكن قبل البدء، لا تنسى أخي الكريم تضغط لايك وتشترك معنا في القناة إن أعجبك المحتوى. طبعا إن أعجبك محتوى هذه القناة، الخيار راجع لك. الكثير من الناس أيها الإخوة والأخوات يعني لا يعلمون ولا يدركون أن الإمام خاصة في شهر رمضان يكون عليه ضغوطات كثيرة، فتجده في النهار يعني في اليوم يركز ويحاول أن يراجع القرآن الكريم، ويحاول يعني تجده مضغوط. عند وصول وقت الصلاة أو وقت التراويح، فتجد هذا الإمام يحاول ما أمكن أن لا يخطئ، تجده يعني يطرد وساويس الشياطين، يطرد الضغوطات، يحاول ما أمكن يركز مع القرآن الكريم، يحاول ما أمكن أن يركز مع التلاوة. لماذا؟ لأن في القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات هناك آيات متشابهات، يعني يا أيها الذين آمنوا قد تجدها في سورة البقرة، وقد تجدها مثلا في سورة أخرى. فالإمام هذا إذا لم يركز فقد يقرأها وهو يقرأ سورة البقرة، فيذهب به عقله ويقرأ سورة أخرى في سورة أخرى، فهو يكون مضغوط، يعني يكون يركز أكثر من ذي قبل، فقد يخطئ هذا الإمام في الصلاة، وقد يخطئ هذا الإمام في ركعة. فتجد بعد إتمام، ومسألة مهمة، الأئمة في أئمة التراويح لا يفطرون جيدا. أنت يا أخي الكريم مثلا توضع أمامك الصحون والمأكولات وتأكل ما لذ وطاب، ثم بعد ذلك تقوم وتذهب للمسجد والله أكبر. أما هو فإنه لا يكثر الأكل. لماذا؟ لأنه إن أكثر الأكل يعني ثقل، وإن ثقل صعبت عليه القراءة، فتجده يأكل الشيء اليسير، يأكل الشيء اليسير. لماذا؟ لكي لا يخطئ في القراءة، لكي يصلي بأريحية، لكي يصلي بك أنت أخي الكريم وأنت أختي الكريمة بأريحية. وهو يدرك أن من خلفه المريض، وأن خلفه المرأة، وأن خلفه الصبي، وأن خلفه العجوز، فيحاول ما أمكن أن يخفف في الصلاة. وبعد انتهاء الصلاة تجد أشخاص ممكن نسميهم أصحاب التحليل التراويحي. بعد الانتهاء من الصلاة يغادر المسجد، فيبدأ فلان أخطأ في الركعة الفلانية، لماذا أخطأ فيها؟ لماذا ما كان عليه أن يخطئ؟ يا أخي الكريم اسمع، أقسم بالله العلي العظيم، معظم هؤلاء الذين يتكلمون لو وضعوهم في المحراب وقالوا لهم صلوا بنا صلاة الظهر أو العصر أو الفجر، والله قد لا يقرؤون سورة الفاتحة كما أنزلها الله عز وجل، لأن تلك ذلك المكان يعني تحس فيه بمسؤولية، تقشعر الأبدان بالدارجة، اركابي كيرجفو، اركابي ديالك كيرجفو. فيا إخواني ويا أخواتي، وقروا أئمة المساجد، فإنهم حاملون لمسؤولية عظيمة وعظيمة جدا. والسلام عليكم.